صباح الخير. اليوم عندنا ضيف وايد مميز راح يطلع معنا بالفلوج. طبعا هذا الشخص وايد كلكم تحبونه. طبعا انا كاتبه اسمه بالفيديو فالحين عرفته. اوكي، فاحنا رايحين الحين حق بوثينة الرئيسي عشان نقعد معاها شويه ونشوفها ونسولف معاها، وبنفس الوقت راح نلعب معاها التحدي. صباح الخير مني بيوم جديد. حاليا احنا بشيراتون الدوحة، وتدرون منو معاي؟ معاي بوثينة الرئيسي. فهذه يمكن تقريبا صار لي سنة مو شايفتها يا جماعة. اكثر اكثر يا جماعة. قاعد تشوفني خلف الكواليس يا جماعة الخير. لازم تكتبوا لها بالانستغرام مالها الحين، تروحون لما تشوفون الفيديو تكتبوا لها لولو تبي تسوي فوتوشوت جديدة. اوكي، نبي فوتوشوت عالمية، وقولوا لها يعني لوك جديد وكل شيء جديد وثيم جديد. دام احنا قاعدين والحين احنا قاعدين نتريق يا جماعة، نبي نسأل بوثينة شوية شنو آخر أعمالها اللي راح تسويهم بعد هذا الصيف. احنا اوكي بشتة يا جماعة، يعني ما يبدون حاليا عشان يحبون يصورون. تقول ليش تمطيف؟ عشان برمضان يعني يحبون مسلسلات وهذه الأشياء. فالحين راح نسألها بعد ما تخلص فيديوهاتها. اوكي يا جماعة الخير، طبعا احنا الحين طالعين راح نصور مع مصورة قطرية اسمها عايشة، وايد يعني مستانسة اني عرفتها يا جماعة الخير. انزين، تقول بوثينة بوثينة مصممة ان هي لازم نشكرها عشان انها معرفتنا على بعض، راح نشكرك بالمستقبل. اوكي. انزين، فيا جماعة الخير حاليا احنا رايحين بنسوي يعني سمول فيديوز راح تصورها عايشة وانا راح اصورها فوتو، لان هني بقطر والجو وايد حلو، يعني تقريبا بديش على الشتاء ما دشينا يعني، فبروح اكثر من لوكيشن وان شاء الله نطلع بنتائج وايد حلوة. يا جماعة شنو سر حب القطريين مع اللاند ومع اللكسس؟ جاوبينا يا حبيبة قلبي. عايش يطلع صوتك عادي؟ ايه عادي. يلا قولي لنا، جاوبينا. ما ادري اسمها. لا لا، قطر معروف انه من كثر ما عندهم الناس يسمونه يجي مع التموين لهالدرجة. والله العظيم. الحين بسوي تحدي مع بوثينة وبوثينة. ما تحدي. بوثينة حتى الاسم غلط. انا خايفة يا جماعة الخير. كالعادة أنا أفوز فأتحدها بشيء تسويه، ممكن تقط نفسها ببحر مال كتارة. تحدي مين والناس نايمين يا أختي؟ لا لا والله تحدي. تبي تسوي معاي تحدي الحين؟ الحين. قولوا لها يا جماعة بسرعة دشوا انستغرام مالها كتبوا لها تحدي مع لولو. راح أذبحك بالتحدي نظرة، خليني أفكر. يا جماعة ماكو أحد يفوز على خطر سيستر صح؟ كتبوا إيه بالكومنت. كنا بنغير التحدي. لا شكله بنغير التحدي. قولي بطتنا بطت بطن. جماعة الخير الحين بنبدي التحدي. أول شيء راح نقول جملة طويلة خمس مرات بدون لا نتخربط. أوكي جاهزين؟ أول شيء راح نبدي مع بوثينة عشان نضحك عليها قبل ما تضحكون علي. حياتي. قولي بطتنا بطت بطن بطتكم مثل ما بطتكم بطت بطن بطتكم خمس مرات. لا كلمة جديدة عشان هي حافظة هذه من وهي يا أهل. أنا أختار هذه الجملة. لا يلا. مرتاحة معاها. يلا جو جد. لا لا هذا سهل سهل. حوش خميس خوش حوش. خمس حوش. مرات. حوش خميس خوش حوش حوش خميس خوش حوش حوش خميس خميس قالتها مرة واحدة صح يا جماعة انتوا شاهدين. قولي انت قولي. حوش خميس خوش حوش 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 حوش خميس خوش ما فزت ما فزت لان انا اخترت شيء وانت ما قلتي شنو الشيء. صعبة كتبتها بس يا أخي صعبة. بطتكم بطت بطتنا وبطتنا تقدر تبط بطن بطتكم لأن بطتكم بطت أنت ما تقولينها كاملة مبلغ. شوفي كاملة. لا لا قوليها بطتنا بط وينها كاهي ثاني واحدة. بطتنا بطت بطن بطتنا وبطتنا تقدر تبط بطن بطتكم لأن بطتكم أيوة كان معكم بوثينة الرئيسي غلط. زين قولي عطوني غداي وعطوا غداء عطية شنو يعني؟ اعطوني غداي وعطوا غداي عطيه، اعطوني غداي وعطوا عطايا عطيه. لا لا ما يصير يا جماعه. راح نلف. زين شفتي كنت تقولين بطتنا غلط قاصين عليها ويا ياهل؟ لا معطينها مثل هذا غلط. لا هذا الصح هذا الاصل. احنا الترديشنال مالنا الصح. شنو الترديشنال؟ قولي مره ثانيه. هذا خرابيط. اوكي الحين نقطة واحدة حق لولو وصفر نقطة حق بوثينة. لا لا. نقطتين انا ونقطه انت. نقطتين بعد. زين قولي جو جده زي جو جيزان. لا سهله سهله. لا يا جماعه عشان اهل جده وجيزان يزعلون علينا اذا جبنا العيد بمناطقهم. زين بعد شنو عندنا؟ شنو عندنا؟ عواش شنو عندنا؟
بلا 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 شوف اسرع خمسه يقولون جو جده زي جو جيزان يلا هات مسك جو جده زي جو جيزان يلا واحد اثنين انا وانت خمس مرات جو جده زي جو جيزان جيزان مو الجيزان يلا انا جو جده زي جو جيزان جو جده زي جو جيزان اوكي ما قلت تدارك جو جده زي جو جيزان 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 واحد واحد الحين احنا صرنا تمام لان صرنا واحد واحد اوكي والحين يا جماعه بريك بنصور بالمسرح الروماني بكتارا وراجي لكم اوكي بثينا واحد واحد لحد الحين تمام يلا يا جماعه بثينا اول مره تجي هنا مسرح يعني ما يصير كل الناس يعرفون المسرح الروماني الشهير بس هي اول مره تجي فهي قاعده تصور سناب ومستانسه حقها واو يلا اوكي زين بدون نظارة لا بعد انا وثينا قاعد نتناقش عن السوشيال ميديا وان السوشيال ميديا ما خلى قاب بيننا وبين الجمهور يعني احنا قلنا نشوفكم ونلتقي فيكم بعد وعلى طول يعني ما تنطرين مثلا الكومنتس من القنوات ومن الجهات المعنيه على طول دايركت من الجمهور او ان صح او حتى مثلا الجمهور نفسه ينطر مقابله والله متى يطلعون مقابلتنا صارت لايف على طول اي يوم مطق ببالنا على طول نسوي مقابله لايف مال يعني عندكم سناب شات عندكم الحين اليوتيوب يعني عندكم وايد اشياء حتى الانستغرام الحين عنده شنو فعالية أو نفس خاصية نفس الإنستغرام نفس سناب شات بالضبط هذا كله كسر حواجز وأنا وايد 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 مع هذا الشيء يعني بثينة تقريبا يعني هي ممثلات اللي يعني مو يعني غير التقليديات ما تحب وايد أشياء تقليدية تحب تسوي أشياء جديدة فلازم المرة الجاية تسافر وياي عشان تسوي أشياء بينونة صح لازم 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 بس وين نروح أنا قلت وين نروح قدها تايلاند لا بورا بورا واو قدها نسوي أكتيفيتيز بحر طبعا تنسبح مع الشارك لا 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 هذا انا خاف بس معلش راح هذا التحدي هذا التحدي ويا جماعه الحين متجهين حق مكان ثاني فما راح اقول لكم الحين فتعالوا وياي ايش نسوي احنا نسوي هنا ولا يقولون ليش بنزل فيديو بعد اسابيع يا جماعه الحين انتم شفتوه خلاص يا جماعه هم معارضين ان احنا نشوفنا تجهيز عروس البروبه الاولى البروبه الثانيه قلت اي بس الكتف ال ك اتش اي تي اي لولو الخطف حول ايش زحمه شنو عايشه قلت لك بثلاث اسابيع متى عيد ميلادك بقى شهر 6 خلاص تعطيت شيء بعد خلاص بعد بروبه مو حلقه صارتها بالكاميرا جماعه الخير الحين الكلمه الثانيه او الكلمه الثالثه ما ادري وين وصلنا انزين اللي هي اتحداها بثينة تقولها خمس مرات خيط حرير على حيط خليل خيط حرير على حيط خليل اوكي راح نبدي معاها خمس مرات يلا جاهزين شوف الجمهور بثينة لحظه اشوف الجمهور خيط حرير على حيط خليل شنو خيط حرير على حيط خليل خيط حرير على حيط خليل إيه؟ خيط حرير على حيط خليل خيط حرير على حيط خليل خيط حرير على But I wasn't wrong up in my heart. 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 تحطم مع بثينة عشان كل مرة ما يصير أكشن معها وأتاش إياها على الهواء أي هواء إن لازم تلبس شعرها وما تلبس نظارة وما تلبس جيت تلبس نفسه الأسود قلت لها عنه أوكي يا جماعة قولوا لها لازم تكتبون عشان تسوي فوتوشوت جديدة معها بالكويت إنزين وتصير قوية حدها نفس مرة صورت لها بارابيلا عشان تذكرون هذيك الفوتوشوت فلازم نسوي حملة لها بالأكاونت Oh, 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 oh.
ودي 1-1 وللأسف أنا وياها استسلمنا. حاليا بالتجهيز إلى سوق واقف عشان يعني نوكل حمام وهذه الأشياء. بعدها للأسف بثينة راح تروح المطار وأنا راح ألحقها، لكن أنا راح ألحقها بالليل عشان نروح الكويت. نركض يلا 1-2-3 خاف اطيح. وين راحة يا جماعة؟ بالنهاية اتمنى عجبتكم الحلقة، ولا تنسون تسوون سبسكرايب لايك وكومنت. وبنفس الوقت كم تبين توصل لايكات؟ 5 ملايين يا جماعة. هي قاعدة تطلب المستحيلات. ليش؟ راح يوصل، راح يوصل ان شاء الله راح يوصل. انتوا سووا سكس يا جماعه، هي جديده على اليوتيوب فسبسكرايب صعب عليها. فبالنهايه اذا عجبتكم الحلقه لا تنسون تسوون سبسكرايب لايك كومنت. ونحبكم، مع السلامه.